ومن هنا استعرض أو تم استعراض خطط لرجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في المشروعات القائمة بالفعل في العديد من المجالات. معانا على التليفون دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية، وصرنا أصدقاء كمان. إزيك يا دكتور؟ ليه الشرف العظيم. لا ده انا اللي اتشرف. العفو يا دكتور. ودائما وابدا انت بتظهر ما تقوم به الدوله المصريه بشكل شفاف على المجهودات الكبيره اللي بيقوم بها يعني الرئيس السيسي شخصيا لدعم العمل العربي المشترك وتعزيز اواصر المحبه والاخوه اللي صارت يعني نموذجيه بينضرب بيها يعني المثل في كل الدول، وده بقياده الرئيس السيسي. ما احنا هنا بقى علشان نعرف احنا نظهر بنحتاج الخبراء والعقول اللي زي حضرتك يشرحوا لنا ويفصلوا الامور يا دكتور حامد. لما بنيجي نتكلم على العلاقات او الشراكات اللي تقوم ما بين مجتمع الاعمال المصري ومجتمع الاعمال الكويتي وجاهزيه مصر لهذه المشروعات، سواء اذا كانت توسع للقائم او مشروعات جديده بما يضمن المصلحه المشتركه، ودي حاجه مهمه اكد عليها الرئيس، المصلحه المشتركة. طبعا يعني لابد أن نشير أولا أن العلاقات المصرية الكويتية بشكل عام هي علاقات تاريخية بتضرب بجذورها في أعماق الأرض والتاريخ، ولكن بمنتهى الوضوح والشفافية هذه العلاقات ازدادت رسوخا ثباتا قوة في عهد الرئيس السيسي، خاصة مع حالة الزخم الكبير التي شهدتها المنطقة العربية في الفترة الأخيرة، والتي تعكس الحرص المتبادل بين كافة قادة الدول العربية على إنشاء حالة حقيقية من التلاحم والتماسك الذي سينعكس بلا شك على شعوب المنطقة العربية في مواجهة التحديات المتزايدة والتي تحتاج إلى وحدة الصف العربي لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على الأمن القومي العربي. وبالتالي العلاقات المصرية الكويتية أو الكويتية يعني كانت وما زالت وستظل قوية وراسخة وثابتة في ظل قيادة حكيمة من الرئيس السيسي أو الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي يؤكد وبقوة على عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية. زيارة هذا الوفد يا أستاذ يوسف يعني من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت بقيادة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، يعني بتؤكد على أن هناك رؤية عربية جديدة يتم صياغتها من أجل تعزيز وتعظيم العمل المشترك على كافة النواحي. ولكن هناك عوامل مهمة كما حضرتك أشرت في التقرير تدفع في اتجاه تعزيز هذه العلاقات، وأيضا أن مصر أصبحت واحة للاستثمارات العربية وأيضا الأجنبية. ومن أوائل هذه العوامل هو عامل بنية، أن مصر نجحت بشكل كبير في إنشاء بنية تحتية قوية أيضا مع تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة. أيضا فيما يخص القوانين تم تعديل القوانين الاستثمارية لتتواكب مع ما تشهده مصر من طفرة اقتصادية وتجارية، وده بيستلزم معاه توفير بيئة تشريعية لتتناسب مع الطفرة التنموية والمضطردة والمتزايدة. وكما أشار التقرير من أنه على كافة الرقعة الجغرافية لمصر، على اعتبار أن مصر أصبحت الآن يعني جزء لا يتجزأ وأصبحت كيان واحد في ظل شبكة طرق رئيسية محورية تدفع في اتجاه أن هناك فرص كبيرة تحقق عائد كبير لكافة المستثمرين العرب وأيضا الأجانب. يعني موضوع الطرق وشبكات النقل والمواصلات وتطوير المواني اللي حصل ده ليه فايدة، مش زي ما الناس متصورة احنا بنعمل طرق ليه؟ يا فندم ليس هناك استثمار دون أن تكون هناك بنية تحتية، ليس هناك استثمار دون أن يكون هناك طريق لتوصيلك لفرصة استثمارية لكي يتم استغلال هذه الفرصة. وبالتالي هي ما سعت إليه القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتوفير شبكة طرق حقيقية. الآن أي ضيف أجنبي أو عربي يأتي إلى مصر
سيشهد على واقع الأرض حجم التغير الكبير اللي شهدته الدولة المصرية. وكان ليا لقاء واتشرفت بوجودي مع حضرتك في مدينة العالمين الجديدة في اللقاء الأخوي، واللي كان واضح جدا إن الدولة المصرية بتوسع استثماراتها شرقا وجنوبا وغربا وليس فقط في نطاق معين، وهو ما يؤكد على أن هناك رؤية استراتيجية كبيرة للدولة المصرية تسعى إلى تحقيقها وتنفيذها، على اعتبار أن هناك دول أوروبية فقدت عوامل مهمة لجذب الاستثمارات، سواء عامل الطاقة أو عامل الأمن، وهؤلاء العاملين الآن يتوافروا وبشدة داخل الدولة المصرية. هايل، أنا بشكرك جدا يا دكتور حامد، إلى أن نلتقي قريبا مرة تانية. نورتنا يا دكتور، كل الشكر لدكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية.